صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات كبيرة جدا. انظر فقط للأرقام توضح لك أين كنا وأين نحن اليوم، وانظر للأرقام في العام القادم توضح لك هذا الشيء. مركزنا في التنافسية العالمية تحسن، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية، مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في الشرق الأوسط إن شاء الله. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.